يضع مشروع شراكة الذي يموله الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات والخبرات الشرطية لدى الانتربول في خدمة الموظفين في الخطوط الأمامية في 8 بلدان هم الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين وتونس. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الدول في اكتشاف الأفراد والجماعات الإرهابية باستخدام الوسائل التكنولوجية وبناء القدرات والعمليات الشرطية. كما يربط مشروع شراكة الموظفين في الخطوط الأمامية بشبكة I-24/7، وهي شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنة التابعة للإنتربول، لا سيما في المطارات والموانئ والحدود الوطنية، مما يمكن هؤلاء الموظفين من تبادل المعلومات في الوقت الفعلي والوصول إلى مجموعة قواعد البيانات الجنائية في المنظمة. على سبيل المثال، مع اعتماد الإرهابيين على وثائق السفر المسروقة لعبور الحدود دون اكتشافها، من الضروري أن يكون لمسؤولي الحدود إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة. ويزود مشروع شراكة أيضاً البلدان 8 المشاركة بالخبرات والمعدات والمهارات اللازمة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك استخدام قواعد البيانات الجنائية للإنتربول أثناء التحقيقات والعمليات الإقليمية. وتدعم التحقيقات الميدانية الاستخبارات الاستراتيجية التي تولدها مجتمعة البلدان المشاركة، وبهذا الشكل تتمكن هذه البلدان من تحديد أنماط عمل الشبكات الإجرامية الإرهابية، كشف التهديدات الناشئة، وإرسال تحذيرات إلى بلدان المنطقة.